ايه رايك في ده؟ ايه ده يا ياسر؟ ده شكله غالي قوي. ممكن لو سمحتي ما تشغليش بالك بالفلوس خالص. يا حبيبي انا ما بتفرقش معايا الحاجات دي، انا بالنسبه لي اي دبله حلوه عليها اسمك من جوه كفايه. مفيش اي حاجه في الدنيا دي كلها تغلى عليكي. طب معلش نشوف حاجه اقل برضه. اقل ايه؟ انت لازم يجيلك احسن حاجه. تعالي. ممكن بعد اذنك نتفرج على قطوم كامله؟ طبعا يا فندم. اتفضل. عندي ده، عندي ده، وفي ده، وده. أنا شايف إن ده أحلى واحد، إيه رأيك؟ طب ممكن بعد إذنك نجرب ده؟ طبعا اتفضل. يا خبر أبيض، إيه الحلاوة دي؟